تراجع كبير لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية هو ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تقريرها الأخير، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي الذي من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع التي تستوردها الجزائر، خاصة القمح ومشتقاته. إذا كان هذا الانخفاض على المستوى العالمي في الغذاء مثلا يمس تلك السلع التي تستوردها الجزائر وخاصة القمح ومشتقاته، تعرفوا بأن الجزائر تستورد تقريبا 50% من احتياجاتها من الغذاء، خاصة في مجال القمح. إذن لابد أنه إذا انخفضت هذه الأسعار على المستوى العالمي ستؤدي طبعا بانخفاض تقريبا مماثل على المستوى الداخلي بالنسبة للبلدان اللي تستورد. ولكن احنا نعرف بأن الجزائر مرتبطة بالعالم في مجال النفط والغاز وقليل من الغذاء خاصة بالقمح. إذا كان يمس القمح فسيعود الانخفاض بالإيجاب على الجزائر. علاش؟ لأنها تؤثر على تكلفة الاستيراد فتنخفض من ثم تكلفة الاستيراد، فبالتالي تنعكس في انخفاض الأسعار فتؤدي إلى أن الفرد أو المواطن سواء في الجزائر أو في غيرها تتحسن قدرته على الشراء. مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 140.9 نقاط في شهر جويلية بانخفاض قدره 8.6% عن شهر جوان. أما مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفض بنسبة 19.2%، فيما هبطت أسعار الحبوب بنسبة 11.5% في الشهر، على رأسها القمح الذي انخفضت أسعاره العالمية بنسبة بلغت 14.5% بعد تحسن سلاسل إمداد الحبوب العالمية عقب اتفاقية التصدير التي أبرمتها أوكرانيا وروسيا. أما أسعار اللحوم انخفضت بنسبة 0.5% مقارنة بنسبته المسجلة في شهر جوان. انخفاض مؤشر الأسعار الغذائية في السوق الدولية يأتي في ظل توقعات اقتصادية عالمية قاتمة وحركة أسعار الصرف التي تشكل حسب الفاو ضغوطاً خطيرة على الأمن الغذائي العالمي.